الجزائر لم تكن معروفة في تلك المرحلة. نعم. يعني الناس تتكلموا تونس وتتكلموا مراكش المغرب. الجزائر أنكنوا وبطيون كما يقال. غير معروفة تماما للعلمة. طبعا للدليل أنه كي جاء عمونا فريد أطرش غنى الأغنية نتاعو بساط الريح، قال بساط الريح بالجناحين مراكش فين وتونس فين. يعني لم يذكر الجزائر وغضب منه وقتها الجزائريين بل طردوه في, 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 في قسنطينة قليل ضربوه بالطماطم. نعم طردوه الجزائر لأن الجزائر لم تكن موجودة في ساحة العمل الثوري. من كان مسؤول عن ذلك أن الجزائر لم يعرف بها إلى المحافل الدولية ولا العالم الآخر؟ تطور نفسه. لكنكم كنتم طلبة أنتم في المشرق العربي، كان بإمكانكم أن تعرفوا بالجزائر أكثر. صح الجزائر، وشي الجزائر هذه يا أخي؟ بلاد موجودة، وش راهي تدير؟ وش تقولهم؟ هناك نوع من هل الاستعمار كان مانع حقيقي بأن تعرف بالجزائر مثلا؟ لا، لأنه لم يكن، لا يمكن أن تعرف بشيء غير موجود. لا يمكن، الإعلام هو ظل لعود. إذا كان العود مش موجود الظل ما كانش. الجزائر لم تكن موجودة لأنه لم يكن